افا عليكم ما طلبتم شيء يبون جونا. السلام عليكم، حياكم الله يا ملزلزين يا مكلبزين في الحلقه رقم 13 من رايز اوف ذا تمب رايدر. قبل ان ابدا لا تنسى لايك تعليق وتشاي، خلونا نكمل. طبعا العثور على جونا في محيط السجن، ابشروا اترك جونا للترينيتي خسون يعقبون. ايوه يا يلا يستر. ها شش شو صار؟ ولاؤك لها قوي جدا. احنا ايش دخلنا في المساجين؟ انا اقدرك علينا من الرجال هذا. صح، ربع جيكوب له حدود. اخبرني بما تعرفه الان. هيا الهيس. كافو. افعلها. أرجوك. افعلها. أرجوك. لا. لا تستمع إليه. كنت أقوم فقط بما كنت أعتقده الصواب. اضرب. يا غبي يا غبي. فتشوا الزنازين. الله يقطع ذا الوجه. اقتلوا الجميع. قتل جونا. قهر. ما باليد حيلة. أنا آسف، كان علي قتله. الله يهديك. لكنه كان أعزل، لم أستطع. لم يكن عليك قتله. أنا حقا آسفة على توريطك في هذه الفوضى. اعتقدت أنني أستطيع اللحاق بك. إنهم قادمون، نحن محاصرون. هذه المرة أنا سأنقذك. إنه يحتضر، ليس لدينا وقت. أمسك الباب. يجب أن نتعامل معها. أنا أوريك يا قسطنطين. اقتربنا من الموقع. دقيقة. إنه يحتضر، يعني خلاص الرجال بيموت. ابقوا في مواقعكم. طيب طيب. طيب. سويت أخذت سلاح جديد. أخو الخرطوش. أخو الشاتجن قصدي، بس مطور يعني. بس 15 يشيل لي. ما ادري صنعي ما تقدر، وغيرت اللبس زي ما انتم شايفين. طور شوي، انا اوريك يا قسطنطين. هيا ان ما ادبتك. جونا جيكوب بالطقاق، بس جونا نفط. ناويه ناويه، خلاص حطيته في راسي. شو الجرس هذا يا ولد؟ بعد تاخذ نفط؟ بعد تبين؟ لا خلاص. طيب. خلصنا هنا، وين وين نروح؟ من الباب هذا؟ يجب القضاء عليهم. أنا أوريك فيهم. شلون عرفوا؟ هلك هلك. إنها هنا. على كيفك يا ورق. أصغر عيالك أنا. وين اللي يقول إنها هنا؟ ما في الا انتم بس. يا ليل الليل. تعال. وين؟ ذا يستهبل يا ولد. من صجه؟ وينه؟ اشتباك. يا ليل.
العيد العيد العيد. ها ايش سوى ذا؟ يا ولي عنقل عدت وياه. بسرعة بسرعة الطاير الطاير. وال 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 وال. نحن نرى الهدف، أكرر نحن نرى الهدف. أنا قصدهم يعني أنا الهدف. انضمنا للقائد، سنتعامل مع الموقف. وال 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 يتعاملون معي. يا ليل الليل. قنبلة دخانية. تم تأكيد الإشارة الحرارية، جاهزون للاشتباك. حرارية ها؟ نعلمك الحين الحرارية يا ورع. أعطونا ليه؟ حلو القنابل. ها غطسنا. اللعنة ماذا يحدث هنا؟ أنا أوريكم ماذا حدث. كأني حاقد عليهم يا جماعة. لا يمكنها البقاء لا يمكنني. اخس 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 هنا زين ممتاز. تعال تعال عرفوا مكاني. مستحيل. فقدنا احد الرجال. انها تحت الثلج. انها تحت الثلج. الله 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 الله. لا يعرفون مكاني يا ولد. زي الحركة اللي صارت الحلقة اللي راحت. كفخوني تكفي اخي. اقفط. يا ولد في اكثر من فاتحة. هذه بلا مخمخة. طيب بلا شاي. شلون الحين؟ دقيقة دقيقة. انتظري دعيهم يأتون اليك. العيد العيد العيد. هل احد ما اوريك الحين اعلمك يا ورع. انت غلطان المفروض استخدمت الشاتجن يا اخي. اتوقع هنا يشوفوني صح؟ قريب من هني قريب. هم الحين يقولون ان هي ما راح تجلس تحت الماء كثير. مصيرها تطلع. ها في واحد هنا. يهود والله واهق ذي. كان ما جيت ما طرح الا موجودين فيه. طيب. خذي هذا. ول 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 ول. اغطسي اغطسي. دقيقة دقيقة. الحين لازم اقتل هذا بسرعة. واحد شافوني عرفوا ولا لا؟ ما اتوقع. لا لا راحت راحت البنت راحت. ماتت ماتت. عبد الله ترى ما يصدقونك. دقيقة. ما اقدر ما اقدر. ظهر الهدف ها؟ الله يقطع ذا الوجه. طيب ليه؟ ليه ما ينزلون في الماء؟ ليه؟ هنا السؤال اللي بحيرني. اغطس معي. طيب هذا للحين هناك عارف مكاني يعني ولا؟ يخرب بيتك انت وياه. شلون؟ ايه زين قال فقدناها. المفروض ارجع لنفس المكان هذا. لا يا عبد الله يستنونك. والله ما ادري اخوك هم هنا ولا راحوا. اسحب اسحب. زين سحبنا واحد. ما في الا كذا ما في الا كذا. تصبر شوي تستنى بعدين ترجع وتسحب واحد. يا ولد انا صرت فقمه عندهم. صدقوني يا شباب صرت فقمه.
مثلث مثلث يا ربي يطلع مثلث يا ربي يطلع مثلث يا ربي يطلع مثلث يا ربي يطلع مثلث يا ليل. تعال يا ولد ايش رايك تجي؟ تعال تعال مثلث مثلث حبيبي ما عندي انا فقمة فقمة اقتلك تحت الماء يا حبيبي. ارى احدكم انا ان شاء الله اني ما اموت معي حقة التنفس اقعد تحت الماء على راحتي. تعال تعال لا ما اقدر طلع مثلث ما شفته اسحب كم واحد سحبت الحين والله واجد ما عاد قمت اعده ماني فاضي للتحديد يا حبيبي كم واحد واحد يمديني اعدهم الحين واحد اثنين في ثلاثة تقريبا راح تلحق ترى ها سرعة 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 لا نموت سرعة انا اغطيك الحين اعلمك التغطية يا ورع والله اني هبلت فيهم خلاص يا جماعة خلصوا بسرعة واجد انتم اتوقع باقي اثنين خلاص باقي اثنين صح؟ ذبحت واجد زين معي حقة التنفس ولا كان علوم؟ كان شي يصير كان اموت على طول شفتني؟ الله يسود وجهك مثلث طلع شلون طلع مثلث قبل شي؟ هذا جلتش ولا الفقمة تسحبك تحت حبيبي نبي المثلث قبل شوي خرب بيت الجلتش ما يجينا الجلتش هذا مستحيل شكله موجود سحب شفتني بشر اخوياك اللي هناك انت امرك انت وياه جاتكم اللي تسنعكم لارا يود اطلع شكل ما بقى الا هو ايش رايك تجي يا ولد شوفوا عشان الشكة بروح هناك وبشوف باقي احد ولا بس هذا اذا السلوقي هذا انا اتولى الامر لا تخافوا يا ليل يا ليل الليل هذا يليزر علي آخر واحد آخر واحد بسيط أمره شرايك تروح هناك تاخذ لفة ما يبي اخر واحد اخر واحد خش عليه خش عليه يا عبد الله خش عليه لا ما انتظر يا حبيبي ما عندي انتظار انا والله رهيبه كذا اجيك تسحب تسحب لين تغرق الورعين اللي هنا وخلاص انت تسافر ليه ليه جونا جونا يا حرام جونا ذنبه في رقبتي ولا لا انا مالي دخل أنا هنا لارا اسمعي حاول ألا تتحرك يو تصمخ ما يسمع إن لم أتمكن من النجاة لا تتحدث هكذا اسمعيني ها لا تلومي نفسك على هذا نحن ندفع ثمن خياراتنا هو اللي قال يا جماعة مو أنا هو اللي قال حنا ندفع ثمن خياراتنا اني انا كنت بنقذه هو اللي نهايته قريبه
لا، يجب ألا تموت. نستطيع مساعدته. شلون؟ كيف؟ يجب أن نوصله إلى المرصد، إلى جيكوب. قدام، يلا خلنا نروح نعالجه عند جيكوب ويعيش جونا ونعيش نحن في سعادة. بس قسطنطين وأخته أنا على بالكم بسامحهم. عبد الله سامحهم. لا لا بطقهم. الأطلال، الأطلال الثلجية. جيكوب وحده يمكنه إنقاذ جونا الآن. يجب أن نعيده إلى المرصد. مرصد. طيب أنا ودي يعني أشيل على ظهري ولا شي سافي. أشيل على هذه. جيكوب إنه يحتضر. الحق على الرجال يا جيكوب. دعني أتعامل معه. كفو. ها؟ بيحط عليها شوية مرقدوش. لا عبد الله مو مرقدوش، ما أدري. ويحرس خطوك على الدوام. ها؟ ويحميك من لهيب الشمس ومن السرية في الليل. سوف يحميك من كل الشرور، وسوف يحفظ روحك في أمان من الشرور حتى النهاية. شلون؟ اضغط على الجرح، جهزه. ها؟ شو اللي صار؟ جيكوب، لقد أصبت. أنت هو، أليس كذلك؟ أنت هو القائد. ها؟ طلع القائد. أشعر بالألم ويمكن أن أجرح. أنا بشري، نهايتي بشرية. طيب شلون؟ أنت ما مت، صارت لك فترة ما تموت. شيء وجدته منذ فترة. وينه؟ إنه حقيقي وقوي جدا، لكنه ليس مباركا. إذن كذبت عليهم لأجيال. طلع كذاب. لست فخورا بهذا، لكن فعلت هذا لحمايتهم. استخدمت المصدر مرة لأمنح جيوشي حياتهم الطويلة، لكنها كانت غلطة فظيعة. الذين رأيتهم في الأرشيف عندما هاجم الأعداء كتاش، أسقط الحرس المنيع الثلج من الجبل على المدينة. مات الآلاف. ارتكبوا أعمالاً وحشية طمعاً بالسلطة، وكذلك سيفعل ترينيتي، ولكن على نطاق أوسع. هذا ليس أنت. الرجل الذي عرفته لا يمكن أن يؤذي قومه. ألا ترين؟ كل هذا بسببي، ويجب عليه أن ينتهي. أبي، إنهم يتحركون. سيشقون طريقهم إلى الثلج بالقوة. خسرنا بالفعل إذا. لا، لابد من طريقة لمنعهم. جيكوب، أظهرت الخريطة مدخلاً سرياً إلى المدينة. طريق الحرس المنيع، إنه خطر جداً. الوقت ينفد بسرعة، لن أستسلم. أنت تعرف إن أخرنا ترينيتي فربما سنحصل على فرصة. سأخذ قواتنا وأهاجمهم في الثلج. حان الوقت، فليفتح المخرج. عندما تجهزين فإن الطريق يقع تحت المرصد تماما. سأبذل جهدي لإنقاذ صديقك. يخرب بيته، طلع مع المصدر. يعني ايش الطريق الأقل استخدام؟ طلع مع الماستر. أجل شلون عارض جونا؟ خلونا الحين نروح من الطريق هذا نشوف السالفة. دقيقة.
ما الطريق هذا ما يمدحونه، وقبل شيء يقول الطريق محفوفا بالمخاطر. المبيان شنو هذا؟ ها شحقه شحقه وش اللي شحقه؟ لا فايدة صدقني. مغنيسيوم، اتوقع مغنيسيوم يخليني اقدر اصنع المتفجر صح؟ لا باقي للحين والله ادري، والله ادري حط السهم بهذا ادري، حطيت واحد ما تشوفونه. اوف بعد لازم واحد ثاني. ها ها بعيد هذا يون هنا. بس بعدين هنا بعدين هنا. شوي شوي زين شوي شوي عشان ما ازعل عليك. بس بعدين خلاص فطر فطر. لا لا ها كاني سمعت صوت شيء. هذا السام يفيد. واحد والله ما يمشينا اروح فوق، بس الطريق هنا. ما بغيت اطيح بس في شيء فوق. اي في يا ليل. شلون اطلع؟ هلا اللي ما حبه هي هي كل ما لها تزيد شوية. ليه 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 تبي تحط؟ ليه بروح اشوف اللي فوق حبيبي، بشوف اللي فوق كيفي ماني. هذي ما تبي تطلع، تحس في شيء فوق ما ادري، تحسون مثلي صح؟ يا كثر المخيمات، فجأة كذا المخيمات كثرت. عبد الله اسمه معسكر، معسكر. يلي صار ودي اشوف المكان هذا. يا سلام ايش فينا؟ شنطة. كيف حقتي؟ اخذها يعني اخذها. ما تنسى شيء انت، اي ما انسى شيء. اروح امشي اسحب عليها؟ لا خلصي خلصي الخبلة الحين يمديني يصنع هذا. عرفتوا فايدة المغنيسيوم الحين؟ اوف 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 واضح جدا يعني تشوفه غصب. طيب يا قسطنطين والحمد لله على سلامة جونا. لما اجي اقابله اقول حرة جونا ما مات. طالع وكيف؟ والله اني ضربته يحلف عدو. مذهل مذهل. شنو المذهل؟ والله كنا قبة مسجد جسامة. جايكوب سأدخل، ماذا سأجد هنا؟ لم يدخل رجالي إلى هناك منذ أن أغلقناه منذ قرون.
يفترض أن يكون آمنا على الأقل حتى تجتاز المبيان. هل كان جزءا من المرصد؟ بناه علماء الفلك قبل أن يدفن الحرس المنيع المدينة القديمة. سيكون عليك استخدامه لفتح مدخل كتاش إن شاء الله. شلون أروح من هنا طيب ولا من هنا ولا كيف؟ شلون؟ بروح طيب. لازم أشوف لي طريق ثاني. إيش فيه هنا؟ كأني شفت في شيء هنا. لا ما في شيء. يا ساتر. أحس طريقين نفس الشيء. استخدم المبيان لفتح مدخل كتاش. يشيل الدرع ما. طيب شو اسوي الحين انا؟ طيب اسحب هذا اتوقع. تلي. بس 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 الحين اجي عليه. يروح الدرباوي. لا لا غان 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 غان. يا ولد وبعدين؟ يا ساتر اخيرا. اتوقع انزل هنا عاد. تخيل تطيح. اوف في اكثر من واحدة. هذا شكله لغز صح؟ يجب أن أضع ذلك في المكان المناسب. المطلوب طيب. وش اللي يضع في المكان المناسب؟ زي كذا يعني. خليهم كلهم يقابلون هذي. ما اقدر. هذي. تعالي تعالي حبيبتي تعالي. طيب ممكن لازم اخليهم كلهم من ملجأ. ها صح. طيب هذه صح. وانت تعالي. اللي هناك ناكبه ما ادري شلون اجيبهم. لن أنجح هكذا. طيب الحبال الحين أتوقع يمديني أجيها. أتوقع واضحة يا جماعة. يا سلام شلون جيت هنا عبد الله؟ ما أدري. طلعي طلعي طلعي. أخيرا جينا هنا. مجرد إني أجي هنا أنا بخير. يا سلام انا بخير الحمد لله. الحمد لله جينا مكان امن. طيب تراك ما حليت الا ترى يعتبر اني حليته. خلنا نروح فوق نشوف السالفة. شنو هذا؟ شي يطلع ذا. الله 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 الله. شو اللي صار؟ هناك قفل آخر على الجانب الآخر. يا ليل.
بلطط. أجيه يعني أجيه الحين. ما يكون بيسكر علي. هذا القفل الثاني. يلا. شكله زي كذا. طيب الحين إيش صار؟ كان قوم جاكوب يسبقون عصره. والله. انتبهي لخطوات كلارا. تكلم نفسها. من جنة البنت. طيب. والله انها صادت. قالت انتبهي لخطواتك. تدري انها راح تجيب العيد. ان شاء الله ما علينا خلاف. بس وين نروح الحين؟ يجب ان اصل الى القمة الان. يجب ان اضبط التوقيت. تبي تضبط التوقيت؟ اوف 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 اوف. ول 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 ول. العيد العيد العيد. ايش بتسوي يا عبد الله؟ ما ادري. بروح فوق انا. ايوه الامه. انا لازم اروح للي ورا دي. بالضبط هذه. الصبر يا لارا. الصبر يلا. الان. اعوذ بالله. خرجتني قالت الان. انا خفت. اللي فوق. اللي فوق لا كنت عنده صح؟ واللي هذه جيتها ولا لا؟ اتوقع اني ما جيتها. مش مكانها مره مرتفع. طيب الحين بروح فوق. اطلع علي وحده. اطلع علي وحده يا عبد الله. اطلع علي وحده. يجب ان اواصل التسلق. واصلي واصلي. السلام وصلنا. والله صعب يا ولد. معقد. اطعي اطعي اطعي. يا الله معقد مرة. تطلع روحك على ما تطلع هنا. عاد هذا سهل. اي عاد هذا سهل. تيني. خلاص 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 وصلنا. حول. ايش هذا؟ تخيل يطلع تحدي. مستحيل تحدي يا جماعة. مخطوطة. تتحدث عن مهارات رماية مطورة في بيزنطة. بيزنطة. خاصة رأينا. مبروك الله يحظنا. شنو؟ مدرب بالطريقة القديمة. فتحي 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 فتحي. ها آه هنا هنا. شاطرة. دين نعطيها سهمينا. وأديله سهمينا. وأديله سهم ثاني هنا. الحين وين تبي تروح؟ شوف علمك حين تروح. يمديني اوصل هناك ولا لا؟ ما ادري. يمدي. لا عاد هنا ما يمدي. نعيد. هاي. سالفة اروح اسحب عليه. حبيبي ما عندي انا. خل عبد الله. لا ما ابي. هنا خلصت صح؟ شف. انت تقول خلصت بس انا ما خلصت. يلا مشينا. بعدين هناك. بعدين هنا. بعدين هنا. بعدين هنا. بعدين فوق. لا حجراس. المدينة القديمة مغلقة. هلي والله. لارا نحن على الجبل فوق الكتلة الثلجية. يحظكم. يمكنك رؤية ترينيتي. نعم انهم يبدأون عملياتهم. ستدخل المدينة القديمة الآن.
اللي هي شنو العمليات؟ لا تهاجميهم على الفور. سننتظر قليلا، سأتصل بك ثانية. انتظر انتظر الإشارة، بس لا تهاجمين ولا شيء. يمكن تسوي لي فيها حبتين تبي تهاجمهم. غلط. هنا ليه ليه المكان ذا؟ ليه ليه؟ أنا مستغرب. عبد الله أنت فيك شيء؟ لا ما فيني شيء. أعوذ بالله. هذا شوي ميت هنا. قالت انتظري الإشارة، انتظري إشارتي بعدين نهاجم. كامل كامل من الحين. ترينيتي، تعال يا ترينيتي. الله يستر. ينفع صح؟ ايوه. ما يمديني. بس ابي ترينيتي. ايش تبي فيه؟ ما بهم سالفه يا اخي. هذا الديلو عرفتوه. تذكرون الاسهم اللي ضربتوني فيها؟ تذكر يا ورع انت وياه. انا اوريك اديلو. سمعتوا؟ انا اعلمك الحين اديلو، اعلمك الحين. تعال. ول 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 وين طحت انا؟ ايه ايش هالمكان الضيق ذا يا بنت؟ وين تروحين الحين؟ ها؟ الله يستر. العيد. وين حنابو؟ وين حنابو؟ وين صرنا؟ خلك خلك مكانك. لا تتحرك، لا تتحرك، لا تتحرك. انت انت اللي تهرج، لا تتحرك. اوف 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 شو التمثال ذا؟ شو يسوون ها؟ يا وجه السالفة؟ ما ادري. يا ليل الليل، لا يطيح الجريد في ذا، ذيني ذم يكشفون امري. على البرطم، على البرطم. طيب وين احنا نروح؟ تيامن من هنا. ايه تياسر مو تيامن. اجيك اجيك اصبر الحين بس اخلص من المعسكر ذا واجيك. تك ريح شوي بعدين اجي. خلصت من المعسكر والحين جايك يا ويع. تحديث الحمايه من الفيروسات. فاضي لك انا انت والحمايه من الفيروسات. تطلع اصبر اصبر. طيب تركد شوي ولا انا ناويهم ترى. شو السالفة؟ ايه هلا بالعيال. ايش يسحبون هم؟ هذا مدفع. الكثير منهم واجد. اتوقع ما يمديني خلاص. العيد. يعني انسى الموضوع. خلاص انسى الموضوع. توك تتحلف فيهم. خلاص خل.
يومنا كنت عند معسكر تو ايش السالفه؟ لا تروح عبد الله فتش هنا زين. شفت؟ اي والله شو اني ما رحت اجل. شوف خريطة، خريطة دائما توفر علي. شو اللي تبن؟ ول يا ليل الليل شافني. كفو كفو لارا، طرف يدي طرف يدي. وين فراس؟ كأني شفتها. يا ليل الليل هذا اللي يحرش علي يا ولد. يا عيال تعالوا اديله، يجي اديله يوم اروح يروح خرايطه. اتوقع انه ما شافني، شك فيني. ايه نعم شك فيني بس ما شافني. شفتت يا ليل الليل. اشتباك طقي الله يورع. ريحنا بس هلا والله. وش سوي ذا يا حبيبي؟ انحشرت صح؟ الله يقطعكم. يضربوني بالنار اليونانية. رجع لهلك. ها؟ يختفي الكلب. شلون؟ في احد بيطلع هنا؟ الاغريقي موجود. احس في احد يضربني من فوق. ول 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 ول. يختفي ابن الكلب. يعني الحين حشرتوني يعني ها؟ خليني اسوي تعقب يا ورع. ماتوا كلهم. الله يقطع وجهك. ارجع! يختفي يختفي يختفي، وين يروح؟ وين يروح؟ ول ول ول. تعال جيب. يا ولد سحرة سحرة الله يقطعهم. اديله طلع ساحر. ايش دراك؟ شوف يختفي الكلب. ذكرني اللي في انشارت تذكرونه في الجزء الثالث لما شربنا من الماء انا وسالي. ايوه يا ولد ريحنا انت وياه. سممتم صح؟ خش عليهم. يا احد السلام عليكم يا سحرة. يا ساحر يا كلب. اجلد جلدني. خلنا نتفاهم مع الساحر ابن الساحر. انا الساحر هذا بفجره، اللي على طول يطلع هناك بفجره. اثنيناتهم راحوا. ول 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 ول. سحر عيال كلب. اتعالج عشان اخذها يعني. المعذرة. تضرب ولا كأنك تضرب؟ ما تموت يا حمار انت. نار يونانية في كل مكان. جيش جيش كامل من الكهنة والسحرة. دار مدار ها؟ انحشرنا.
قل والله. لا قل والله. قل والله. نموت مع بعض حبيبي، ما عندي انا. يا ولد اذكر الله. يا ربي. احلى سهم ذا حق الانفجار. جربه ما راح تندم. الله يقطعهم يا شيخ. يموت ما في جثة. أتقوي جثته ما في. وين راح عبد الله؟ ما أدري. حرقوا المكان. حتى ما خلوني ياخذ راحتي يتمشى دوج ما في. تبين تلقطين الأغراض ها؟ ما في. أبروح أشوف إيش فينا. كل الناس اللي جت هنا تموتت من السحر والعياذ بالله. والله كانت هنا رؤية رهيبة. يلا راحت علي. مشينا. الله يستر ماني مطمن. احس بيطلع شيء. ايش هذا؟ اخبرنا شعب مدينه الوادي باننا سنهاجم عند الفجر. وش معنى عند الفجر؟ وش معنى الفجر طيب؟ ليه مو العصر المغرب؟ هذا شنو هذا؟ غريب. به عناصر من تصميم منجلي. ايش تقول دي؟ احنا وش علينا منه؟ هذا وش؟ لم اشعر بمثل ذلك الرعب من قبل. الرعب والله اللي قبل شوي. طيب قبل لا اروح بتسوي ايش بتسوي؟ شوف شوف روح هنا شوف ايش في هنا. في هاوية. اي والله اطيح اموت. لا ما ابي اروح هنا. اشوالي فوق فوق حبيبتي شاطرة تسمع الكلام. ولد خلني مستعد. والله مستضعفين عيال الكلب. ها ها هذا مكاني قبل شوي. معناته ارجع. العثور على طريق دخول مدينة كيتاشا مفقودة. مدينة مفقودة؟ ليه طيب يا اخي؟ لا لا ما يصير. نفس الشيء. بلطة 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 بلطة. والله اني كداري بيطيح فيني. الله يستر. يعود بالله. هذا اللي يروع يا ولد. المدينة مفقودة كلها سحرة وكهنة. لارا سيقتحمون الثلج في أي لحظة. هل المعنى إيقافهم؟ الأفضل هو تعطيلهم وتوفير بعض الوقت لك. سألقاك على الجانب الآخر. ولي كأنك واحد منهم أنت. كأنه واحد منهم. الثلج سينهار يعني راح توسدها. سوي عشان أخذ الفطر. غرفة الأرواح. يبدو أن الطريق إلى مركز المدينة يمر عبر تلك البوابة.